نستأذن الأخوة في عرض هذا السؤال من أحد الأخوة. وضعت امرأة علاج مكون من حبوب في ثلاجة في بيتها، وتسلطت عليها طفلة وأكلتها، وكانت سببا في وفاتها في حينها، فهل على المرأة من شيء؟ نرجو مناقشة سماحتك في ذلك، مع أن هذا الأمر حدث منذ 5 سنوات. جزاه الله أعلم. إن كان المحل وضعت فيه الحبوب محل فريد في متوالى الأطفال ويتناولهم فريد منهم، حيث ما احتاطت ولا أبعدت عنهم محل الرفيع، فالأظهر والله أعلم عليها الجبر والكفارة، لأنها جعلت المحل قريب من الأطفال، والأطفال كالبهائم. أما إذا كان في محل رفيع أو محل بعيد عن تناولهم، فالظاهر أنها ليس عليها شيء، لأن الطفل قد يتعبث ويطعن على أشياء ويتناول أشياء بعيدة، ما لا عليها شيء إن شاء الله. يا مرسي. إذا كان في محل مرتفع عن تناول الأطفال ويتحولهم. يكفي على الصيام يعني. على الصيام ولا غيره.